الصحفيين وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي وكيل النقابة بالحبس لكل منهم لمدة 2 سنة مع الشغل وتحديد كفالة مالية 10,000 جنيه. جاء الحكم بعد إدانة المذكورين بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مطلع شهر مايو الماضي. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمر حسنين مدير تحرير جريدة المصري اليوم. أستاذ عمر، كيف تابعت سير وقائع القضية، قضية نقيب الصحفيين، وهل هذا الحكم نهائي؟ يعني هل واجب التنفيذ؟ لا، هذا الحكم ليس حكما نهائيا، لكنه حكم أول درجة. إذا دفع الثلاثة الكفالة التي قررتها المحكمة سوف يقومون بالطعن على الحكم من الخارج، أما إذا لم يدفعوا يسددوا الكفالة سوف يتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى السجن للطعن عليهم من داخل السجن. يعني بهذا الحكم تدخل نقابة الصحفيين المصرية سجل رقما جديدا على مستوى العالم، حيث لأول مرة على مستوى العالم يصدر حكم بإدانة نقيب الصحفيين والسكرتير العام أو ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين. أنا شخصيا أتمنى أن لا يسدد لقلاش ولا عبد الرحيم ولا البلش الكفالة، وأن يسلموا أنفسهم لوزارة الداخلية ويمثلوا داخل أحد السجون ليقضوا مدة العقوبة، لتكون هذه سابقة يعني في التاريخ المصري أو في دول العالم أجمع. لكن لا نستطيع أن نعلق على حكم قضائي، هكذا رأت المحكمة وهكذا استقر في يقينها أن الثلاثة أدينوا بتهمة إيواء. نعم. طيب هل تواصلتم مع الصحفيين وأعلنوا الخطوة التي سيقومون بها، سيسددون الكفالة أم سيمثلون يعني سينفذون الحكم فعليا؟ لا، هو بالتأكيد طبعا تواصلنا مع الزملاء الثلاثة، وأعتقد أنه سوف يتم سداد الكفالة، هذا ما سيقومون به. وإن كنت ما قلت هو أمنية شخصية، أعتقد أنه سوف تسدد الكفالة خلال يعني هذا اليوم، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وهي الاستئناف على الحكم أمام دائرة أعلى. نعم. طيب أشكرك سيد عمر حسنين مدير تحرير بالمصري اليوم، شكرا لوجودك معنا. في شأن قضائي مصري آخر، تستكمل محكمة